مهم ان موسيماني يعني في ماتش العوده يعتمد على نفس التشكيل ولا لا؟ النهارده كان عندنا خبر عن كهربا انه خلاص يعني ان شاء الله ممكن يلحق بمباراه العوده، شايف انه يعتمد على التشكيل ده ولا يعتمد بقى يعني على عناصر جديده ممكن يدخلها في النص زي كهربا وغيره وغيره؟ انسب حاجه بالنسبه لي انا يعني لو انا مدير فني ان التشكيل اللي انا بدات بيه هو اللي ابتدي بيه برضو المباراه دي، غير لو في غير لو في لا قدر الله اصابات، لو في اجهاد، لو في اي حاجه بالنسبه لي انا كحد يعني عايش مع التيم وشايف ان مين الانسب بالنسبه لي، لكن ان الانسب والكوره بتقول ان لازم ابتدي بنفس التشكيل. ممكن الكلام ده يفرق في التغييرات بتاعتي، يعني يمكن التغييرات كانت هناك برضو اعتقد ان هي كانت برضو يعني تغييرات، اعتقد تغييرات موفقه في وجهه نظري. كان ممكن وليد مكان احمد شيخ، يعني دي وجهه يعني نظري، مكان احمد شيخ او جيرارد يعني جيرارد ممكن برضو الوقت ده كان وقت بالزبط. اعتقد ان هو وقت وليد سليمان بالزبط. واعتقد ان هو كان بيجهزه بس كان الوقت انتهى يعني مزبوط. لكن الوقت ده كان وقت وليد سليمان كان يقدر يسحبك الفرقه بشكل كويس قوي، يقدر يشتغل على السرعات على الكاونتر اتاك بشكل مميز جدا، وعنده الفينشنج كويس وعنده كل حاجه، الخبرات الدوليه والخبرات المباريات الكبيره دي، كل دي تفرق في المباراه الثانيه في ان دي تبقى تغييرات بالنسبه لي او مفاتيح لعب اقدر استخدمها تبقى زياده بالنسبه لي في الاوبشن بتاع التغيير.